السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، إن شاء الله نتواصل معا في حل محافظات اللي باقية بإذن الله حسب طلباتكم. هنبدأ النهاردة حل محافظة الإسماعيلية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا، نضغط على الجرس، نختار الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وتشاركوا الفيديوهات مع زمايلكم عشان كلنا نستفيد إن شاء الله في الفترة الحرجة اللي احنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يتركب الكروموسوم كيميائيا من البروتين والحامض النووي الدي اوكسي ريبوز، يسمى دي ان ايه، الذي يحمل الصفات الوراثية او المعلومات الوراثية. الصفات الوراثية او المعلومات الوراثية. نمرة 2، تعتبر العجلة من الكميات الفيزيائية المتجهة، بينما الزمن من الكميات الفيزيائية القياسية. لا تتكون صور حقيقية بواسطة العدسات حقيقية، اللي هي بتبقى مقلوبة بواسطة العدسات ايه؟ احنا عندنا المحدبة بتدي مقلوب، يبقى العدسات الايه؟ المقعرة. المراية اللي عكسها بقى، أو المراية المحدبة، أو المراية المستوية. قارن بين النظرية الحديثة ونظرية السوديم من حيث مؤسس النظرية. طبعا مؤسس نظرية السوديم العالم لابلاس. مؤسس النظرية الحديثة العالم فريد هيول. فريد هيول. سيارة تحركت من السكون. يعني ايه تحركت من السكون؟ يعني عندي عين واحد بتساوي صفر. تحركت سكون يبقى عين واحد بتساوي صفر على طول. تمام. فوصلت سرعتها النهائية إلى 25 متر خلال زمن قدره 10 ثواني. رقم واحد، احسب مقدار العجلة. هقول له جيم بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زين، هتساوي 25 ناقص عين واحد كام؟ صفر. على الزمن كام؟ 10. إذن هتساوي 2.5 متر على الثانية تربيع. طيب اذكر نوع العجلة. هنقول عجلة موجبة تزايدية او تزايدية موجبة. تزايدية موجبة. اكتب المصطلح العلمي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. طبعا ديت السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة ده تعريفها، لا تعريف تاني. المسافة الكلية على الزمن الكل. طول أقصر خط مستقيم بين موضعين، بين موضعين حركة ايه؟ جسم. طبعا ديت كمية الايه؟ الإزاح. كمية الإزاح. خلايا تنتج عن الانقسام الميؤوس الاختزالي للخلايا التناسلية في الكائنات الحية. طبعا دي الأمشاج أو الجاميتات. الأمشاج أو الجاميتات. نركز في المعنيين دول عشان أولى ثانوي في الوراثة. مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة، اللي هو مرض الإيه؟ المية البيضة أو الكاتاراكت. القوة التي تتحكم في مدارات الكواكب حول الشمس. جاذبية الشمس. جاذبية الشمس. متى يحدث كل مما يأتي؟ امتى يتساوى؟ تكون السرعة النسبية لجسم متحرك أكبر من سرعته الفعلية حينما يكون المراقب يتحرك في عكس اتجاه الحركة. دي قوانين أساسية عندنا في العلوم. متى يحدث تتطابق المسافة المقطوعة مع مقدار الإزاحة الحادثة؟ إذا تحرك الجسم في خط مستقيم. إذا تحرك الجسم في خط مستقيم تتساوى المسافة مع مين؟ مع مقدار الإزاحة. أسئلة حلوة وجميلة، وبنهني محافظة الإسماعيلية على الأسئلة الجميلة.
وسلامنا لأهالي الإسماعيلية، ناس محترمين والمحافظات كلها محترمة، عشان محدش ياخد عليا كلمة كده. وإيه الناس اللي بتحبني كتير زي ما انتوا عارفين. رقم جيم بيقول لي الشكل اللي قدامي طبعا ده فطر الخميرة اللي عليه مع صورة التكاثر لا تتكاثر بها شيء طبيعي التبرعم. يبقى نوع التكاثر ايه؟ التبرعم، وهو تكاثر لا جنسي. يا ريت نكتب الاتنين، لا جنسي والتبرع. ماذا يحدث لكل من واحد واثنين اثناء عملية التكاثر؟ شيء طبيعي النواة تنقسم رقم واحد اللي هو النواة، خلاص، ميتوزي إلى نواتين. طيب الأستاذ رقم اتنين بينمو كما هو أو يسقط على الوسط، مكون فطر جديد، أو يكون مستعمر. وأنا شرحتها بالشرح كويس جدا ومثلتها لكم بالتين الشوكي، بطلع مستعمرة كده خلاص عشان ما نروحش بعيد. تمام. سؤال رقم ثلاثة، صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: يراعى التيارون السرعة المتجهة للرياح. يتم تصحيح طول النظر باستخدام مرآة مقعرة، طبعا هتبقى عدسة محدبة. ليه محدبة؟ عشان لتجميع الأشعة. ومطلبش مني السبب بس أعرف عشان التجميع. تتجمع في مركز المجرة العديد من النجوم القديمة. تنشأ خيوط المغزل في خلية أرنب عند انقسامها من الجسم المركزي اللي بنسميه السنتروسوم. عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته تكون متغيرة. نركز قوي في الألفاظ دي. خلاص يبقى ده السؤال رقم ثلاثة ألف. نيجي رقم ب بيقول لي من الشكل المقابل أي من المواضع واحد إلى ثلاثة يصلح أن يوضع به الجسم لكي: نمرة واحد، تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. نمرة اتنين، تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة في نفس جهات الجسم. لا تتكون له صورة، بالراحة خالص كده، لا تتكون له صورة، هي رقم اتنين. شوف أنا جبت من رقم ثلاثة ازاي؟ رقم اتنين، لأنها عند البؤرة تكون أشعة متوازية ما تتكونش صورة. طيب تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة في نفس جهات الجسم، يبقى رقم واحد. اللي باقيه لي ايه من غير ما اعرف؟ رقم ايه؟ تلاتة. طب ما اتأكد. تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة، تمام، لأنه أبعد مركز التكون. الصورة هتيجي هنا تدخل جوه وتصغر زي ما قلنا القواعد الأساسية بتاعة الايه؟ الرسم. ياريت نبص على الفيديوهات موجودة في قناتي مصطفى رجب خبير العلوم، وزي ما قلنا نضغط على الجرس ونختار الكل ونعمل مشاركات ونشوف الفيديوهات ونستفيد ونشاركها لزمايلنا. صدقة لكم وللقناة، وإن شاء الله ربنا يعيننا على الفترة الجاية. رقم جيم، من النتائج المترتبة على سقوط شعاع ضوئي على مرآة مقعرة مارا بمركز التكور، هنقول ينعكس على نفسه مباشرة كده. طيب حدوث ظاهرة العبور بينتج عنها ايه؟ تغير الجينات او التغير الوراثي وتنوع 50 لفظة اهو. اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع رقم واحد، أي العلاقات البيانية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة؟ نقول اللي يبقى ثابتة على طول، شوف القلم راح فين،
سرعة ثابتة اهي، دي سرعة منتظمة، ده جسم ساكن، ده سرعة متغيرة خالص ملهاش علاقة بالايه الكلام ده خالص. تستخدم العدسات نقط بديلا للنظارات الطبية اللاصقة. الخلايا التي لا تنقسم مطلقا هي خلايا الدم البالغة أو الحمراء، الدم الحمراء البالغة دي معروفة، لا يوجد بها أنوية ولا يحدث بها إيه انقسام. نيجي للسؤال الرابع في تخير الهيليوم والهيدروجين، احفظوا دي لأن مليانة في الامتحانات، محافظات كلها بتجيب السؤال ده. تخير أو أكمل الغازان اللذان أنتج المجرات والنجوم والكون، خلاص، وفي محافظة جابت ما أهمية غاز الهيليوم والهيدروجين أنتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين. يبقى في أسئلة يكاد نكون إيه بدأنا نشوف اللي هي بتتكرر كتير. رقم 5، تستعد الخلية للدخول في مراحل الانقسام الميوزي بتضاعف المادة الوراثية. خدوا بالكم السؤال ده لأن فيه ناس بتتلخبط كتير فيه، البيني اللي فيه استعداد، أما الطور التمهيدي الأول أو الطور التمهيدي العادي في الميتوزي طبيعي، ده بداية اسمه بداية الانقسام ميتوزي أو ميوزي. أما ما قبله تهيئة، أنا داخل فصل عشان أشرح، يبقى محضر كشكول التحضير، مهيئ نفسي إن أنا داخل أشرح، يبقى اسمه الطور البيني أو المرحلة البينية، أو إن أنا داخل مستعد، وأحيانا كنا بنسميه زمان الطور التحضيري، طبعا بدأ يلغوه وكاتبين البيني بس مفيش مشكلة. ملعب كرة طائرة في شكل مستطيل، طوله 18 متر وعرضه 3 متر، هذا العرض وده الطول. مستطيل ألف ب ج د، دي تمثيلية بعملها بس، ألف ب ج د 3 متر، هنا 18 متر، هنا 3 ايه متر. بيقول لي لاعب الكرة الطائرة على الملعب بقى ده كده على شكل مستطيل، ما مقدار المسافة والإزاح اللتين يقطعهما لاعب إذا قام بالدوران حول الملعب دورة كاملة؟ لما يقول لي دورة كاملة، عشان تبقوا شاطرين في الفيزياء تقولها سنة، وبقى لما نقول دورة كاملة يعني مسافة ذهابا وإيابا. يعني ايه يا مستر؟ نجمع 18 زائد 3 زائد 3، يبقى 18 زائد 3 زائد 3 زائد ايه 18، يبقى ده ذهابا وإيابا يطلع لي 42، 42 سنتي متر، خلاص. يبقى الوقت هنا 3 و18 و3، يبقى 18 و6 4، 4 وكام؟ 6 و8 14، 24، خلاص. يبقى الوقت هنا تحرك من ألف إلى باء، ثم من باء إلى جيم، ثم جيم إلى دال، خلاص. يبقى الوقت هنا 3 وهنا طوله 18 وهنا العرض التاني كام؟ 3. ده طول المسار الفعلي. طول المسار الفعلي يعني ايه طول المسار الفعلي؟ يعني هنجمع ألف باء، باء جيم، جيم دال، ثم عاد، هو بيقول له دورة كاملة كأنه عاد إلى نقطة البداية. يبقى الوقت هنا نجمع تاني لأن الجمع ده مش مظبوط كده، هنقول 3 زائد 18 زائد 3، ده ذهابا، ده ذهابا، 3 و 3 6، 6 و8 طيب عايزين دورة كاملة، دورة كاملة كأنه عاد إلى نقطة البداية، يعني هنقول 24 ذهابا زائد 24 إيابا، ونصيحة ممنوع نجمع هنا 18، ممنوع نقطة البداية ونقطة النهاية ملهاش دعوة بقى بالمسافة، يعني بقولها تحذير أهو. يبقى يساوي كام؟ 24 و 24 48 إيه متر، خلاص. يبقى ديت الإيه الإجابة النموذجية عندي. طيب وبعدين يقول لي الإزاحة، كلمة إزاحة يعني إيه؟
اكثر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة ايه النهاية. طيب مشى 18 ذهابا ناقص 18 ايابا هتساوي صفر. في رواية تانية لما يقول لدورة كاملة في اي حاجة بتساوي صفر على طول، يبقى كلمة دورة كاملة من غير ذهابا وايابا، دورة كاملة يبقى الازاحة بتساوي ايه؟ صفر مباشر. خلاص يبقى دي اجابة ايه؟ نموذجية عندنا. طيب الشكل المقابل يمثل احد اطوار انقسام خلية جسدية حيوانية، اذكر اسم هذا الطور. طبعا ده انقسام واضح جدا اهوت، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الطور نفسه اسمه الطور الاستوائي. عرفت منين يا مستر اللي هو استوائي؟ تنتظم فيه كروموسومات على خط استواء الخلية. والطور الذي يسبقه، الذي يسبقه اسمه ايه؟ التمهيدي. يبقى الذي يسبقه اسمه التمهيدي. الطور اللي هو سائلنا عليه اللي في المنظر ده هو الاستواء، الذي يسبقه التمهيدي. طب لو قال الذي يليه هيبقى الانفصال. ما نوع الانقسام الذي ينتمي إليه هذا الطور؟ طبعا الانقسام الميتوزي. عرفت اللي هو ميتوزي منين؟ انها انتظمت في خط واحد، لو انتظم في صفين يبقى ايه؟ استوائي بالنسبة للميوزي. وهذا ما حصلش النهاردة في دي انقسام ايه؟ ميتوزي. وياريت نبص على شرح الانقسام الميتوزي والميوزي، شرحه بطريقة سهلة ونبعد عن المشككين والناس اللي مش عايزة تفهم معلوم. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وان شاء الله حاول نكمل المحافظات اللي باقية بإذن الله في أقرب وقت. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا، وحييكم مدينة دمياط الجديدة، وسلامنا لجميع أهالي الإسماعيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.